السلام عليكم. في خضم حرب وحشية يمارسها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ نحو 3 شهور، جاء اغتيال نائب رئيس حركة حماس صالح العروري في الضاحية الجنوبية لبيروت، حيث معقل حزب الله اللبناني، ليمثل بحسب مراقبين نقلة نوعية في طبيعة الصراع الدائري بين الاحتلال والمقاومة الفلسطينية. نتوقف في حلقة اليوم من حديث العرب مع هذا الحدث لنبحث دلالته وتداعياته، سواء على طبيعة المعارك الدائرة في غزة بين الاحتلال والمقاومة أو على الصعيد الإقليمي. التفاصيل بعد متابعة التقرير التالي. بينما كانت الأنظار تتجه نحو مفاوضات غير مباشرة تجري بهدف التوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى ينهي العدوان على قطاع غزة، أقدم الاحتلال الصهيوني على ارتكاب جريمة جديدة فتحت الباب واسعاً أمام احتمالات التصعيد واتساع رقعة الحرب. اغتالت إسرائيل صالح العروري نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس واثنين من قادة كتائب القسام وبعض من كوادرها في لبنان، حيث تمت عملية الاغتيال بهجوم جوي في الضاحية الجنوبية من العاصمة اللبنانية بيروت، في خطوة عدها كثيرون تنذر بامتداد الحرب إلى جبهات جديدة. وبحسب محللين فإن اغتيال العروري عملية خطيرة قد تدفع المنطقة نحو مواجهة كبرى، إذ من المرجح أن يبدأ التصعيد في المواجهة على جبهات عدة بعدما استهدف الاحتلال العمق اللبناني للمرة الأولى منذ حرب 2006، ما يعني أن إسرائيل أسقطت ما كان يعرف بقواعد الاشتباك، وهو أمر يشي ربما بوجود خطط صهيونية لاستهداف المزيد من قادة حماس في لبنان وغيرها، رأي يدعمه إعلان تركيا عن اعتقال شبكة لجهاز الموساد الصهيوني كانت تضم عشرات العملاء الذين سعوا إلى تعقب واختطاف ناشطين فلسطينيين مقيمين في تركيا. وفي حين تتعقد الأمور إقليميا بعد اغتيال العروري، لا يختلف الأمر كذلك بشأن مفاوضات صفقة تبادل الأسرى بين الاحتلال والمقاومة الفلسطينية. توقفت المفاوضات بهذا الشأن بعد عملية الاغتيال، ومن غير المرجح استئنافها على المدى القريب. وبالنظر إلى ما يتوارد من حديث غربي عن قرب شن ضربة عسكرية ضد ميليشيا الحوثي في اليمن بعد استهدافها السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، فإن الحرب في قطاع غزة ربما تكون بحسب المحللين مجرد فصل أول لمواجهة أشمل قد ينزلق نحوها العديد من دول منطقة الشرق الأوسط. للحديث عن موضوع الحلقة ينضم إلينا في الاستوديو مع حفظ الألقاب ياسين التميمي الكاتب والمحلل السياسي، ومن بروكسل عبر سكايب أحمد فراسيني منسق المجلس الأوروبي الفلسطيني للعلاقات السياسية، وعبر سكايب أيضا من صيدا جنوبي لبنان حسان القطب مدير المركز اللبناني للأبحاث والدراسات. أهلا بالجمع الكريم. نبدأ في الاستوديو في الحديث عن يعني عن دلالة اغتيال العروري. ربما يبرز السؤال الأهم الذي يدور في فضائه كثير من الحديث والنقاش عن الهدف الذي تسعى إسرائيل إلى تحقيقه من وراء هذه العملية، وهل هي جرأة إسرائيلية زائدة أم أنها مقامرة كما ذكر كبير محللي الإسرائيليين صحيفة يديعوت أحرنوت، كيف تراها من حيث الدلالة؟ تحية لك أخي جهاد ولضيفيك الكريمين ولمشاهدي قناة الرافدين. طبعا الشيخ صالح العروري شخص هدف ثمين بالنسبة للكيان الصهيوني، وأعتقد أن تسميته من جانب رئيس الحكومة الصهيونية منذ ما قبل 7 أكتوبر يدل على أنه بالفعل هدف مطلوبا بالنسبة لنتنياهو وحكومته وأجهزته الأمنية. الأمر مرتبط بنشاطه في الضفة الغربية، أنتم تعلمون أنه في الضفة الغربية كانت الأمور قد تطورت إلى حد كبير، مواجهات لم تنقطع في جنين، في طولكرم، في غيرها من المدن الضفة، اعتقالات، كان هناك تطور لا يمكن أن نسميه نوعيا في الضفة الغربية. لكن من الواضح أن يعني 7 أكتوبر يعني حدث مفصلي في تاريخ الشعب الفلسطيني وضربة قوية للكيان الصهيوني، ويعني هدم كامل لمنظومة الردع التي بقيت ضمن الرؤية الدعائية على مستوى المنطقة والعالم.
فأنا أعتقد أن هناك أهداف روتينية بالنسبة للكيان الصهيوني، في أهداف استثنائية بالنسبة للشيخ صالح. أنا أعتقد أنه لم يعني بالنظر إلى أنه استهدف في منطقة وفقا لقواعد الاشتباك يعتبر الوصول إليها يعني كسرا لقواعد الاشتباك ونقلا للمواجهة إلى مرحلة، فيعتبر مغامرة إلى حد كبير. واستهداف صالح العروري بعد تعهدات من زعيم حزب الله وتهديدات بأنه أي استهداف لقادة سياسيين عرب أو لبنانيين داخل مرتبطين بحزب الله، يقصد يعني لهم علاقة بحزب الله، نعم. أو ليس أي عربي يعني مقصود، نعم. فيعتبر هذا كسر لقواعد الاشتباك ويقتضي رد فعل عنيف. المشكلة أن يعني استشهاد الشيخ صالح العروري جاء بعد القضاء على ضابط مهم جدا تابع للحرس الثوري في ليبيا، ثم تلته في سوريا، ثم تلته عملية التفجير المروعة التي حدثت في إيران، وها نحن اليوم أمام عملية أيضا نوعية في شرق بغداد نفذتها القوات الأمريكية. إذن أنا في تقديري أنه هذا يعتبر تصعيد كافي أمام ما يسمى بمحور الساحات لكي تكون له ردة فعل مختلفة ولكي يخرج عن قواعد الاشتباك. من الواضح أن انسحاب البارجة الأمريكية من شرق البحر المتوسط يدل على أن الولايات المتحدة في حالة ارتخاء كامل من مسألة أن يقدم هذا المحور على تطورات عسكرية بإمكانها أن تحدث. لماذا تفسرها حالة ارتخاء أمريكي ولا تفسرها كما ذهب بعض الاستراتيجيين بشيء من الاختصار لأنه نوع من أنواع التمويه الذي شاركت فيه أمريكا، خصوصا وأن صالح العروري كان موضوعا على القائمة الأمريكية للتصفية؟ نعم أنا أقصد أنه هذا الاستهداف يفترض أنه يستدعي ردة فعل قوية من جانب حزب الله، وحزب الله يعني له يعني تأثيره العسكري، والصهاينة يتحسبون لردة فعل حزب الله. يعني كون هذه العملية تتم في عقر دار حزب الله، فهذا يعني أنه أو أن الكيان الصهيوني نفسه أو أن نتنياهو نفسه يرغب في التملص من الضغوطات الأمريكية وجر المنطقة إلى مواجهات أوسع ربما تحرره من الضغوط الأمريكية. طيب. وإلا أنا في تقديري أن هذه العملية مغامرة بكلمة عنها الكلمة من معنى، ويفترض أن يكون لها ما بعدها إذا كان حزب الله صادق في تعهده. في قضية لها ما بعدها سنبحثه بعد الفاصل، لكن أذهب إلى صيدة. سيد حسان، سؤالي مركب حقيقة. بما أن العملية تمت في عقر دار حزب الله وأنها تمت في موقع مبنى معروف أنه لحماس، وأنها تمت بعد تهديدات متوالية ومتواصلة بأن كبار قادة حماس سيستهدفون ويغتالون، ثمة من يطرح تساؤلا يغمز من قناة الناحية الأمنية بأن كيف لمثل هذا الصيد الثمين أن يكون بهذه السهولة، أن تطوله إسرائيل بهذه السهولة؟ هل ثمة ما يثير الشبهة في عملية الاغتيال؟ هذا واحد. والثاني، كيف يقرأ هذا على أنه هل حقا يمثل استدراجا لحزب الله إلى المعركة أم أنه شيء آخر؟ يمكن القول أن هناك كان استرخاء أمنيا لدى حركة حماس ولدى حزب الله أيضا، باعتبار أن التهديدات التي سبق أن أطلقها أمين عام حزب الله حسن نصر الله بأن أي مغامرة تستهدف قيادات عربية أو تابعة لحزب الله داخل لبنان وخاصة في المربع الأمني الذي يسمى الضاحية الجنوبية لمدينة بيروت سوف يجابه برد عنيف جدا يستهدف المدن الإسرائيلية، وقد يؤدي إلى نشوب حرب بين حزب الله وإسرائيل. لذلك كان هناك استرخاء واضحا من قبل القيادات، قيادات حزب الله وقيادات حركة حماس، لأن هناك بعض المعلومات التي تتحدث عن أن هناك كان اجتماعا ضم بعض قيادات حزب الله مع الشهيد العروري، وبالتالي انتظر الطيران الإسرائيلي حتى خروج هذه القيادات حتى لا تكون العملية مركبة بحيث تستهدف حزب الله وحركة حماس. ولكن هذا الاسترخاء كان غير مقبول باعتبار أن إسرائيل سبق أن هددت بصوت مرتفع ومرات عديدة قبل عملية 7 أكتوبر وما بعدها بأنها تستهدف صالح العروري وأنها تريد التخلص منه والقضاء عليه باعتباره ضابط ارتباط وصلة وصل بين حركة حماس وحزب الله وإيران أيضا، وبالتالي هو مسؤول كما تم القول سابقا عن عملية التسليح والتدريب والتجهيز في الضفة الغربية. ولاحظنا منذ مطلع العام 2023 هناك حملة عنيفة جدا على المدن والقرى في الضفة الغربية واستهداف متواصل
وبشكل يومي تقريبا. لكن ذكرت نقطة مهمة سيد حسان، أرجو المعذرة، ذكرت أن هناك استرخاء أمنيا من قبل أجهزة الأمن التابعة لحزب الله وحركة حماس. قد يكون مفهوما الاسترخاء الأمني بالنسبة لحركة حماس باعتبار ليس لها امتداد أمني عميق في البلاد، بأن أمنها ربما يكون مكلفا من الدولة اللبنانية ومن حزب الله. بما تفسر هذا الاسترخاء الأمني لحزب الله؟ وهل هذا الاسترخاء يطال الجميع حتى قيادات الحزب الأمنية؟ هذا الاسترخاء كان له سببين. السبب الأول هو كما ذكرنا التهديدات حزب الله الواضحة بأن قواعد الاشتباك لا تتضمن استهداف الداخل اللبناني وخاصة الضاحية، والثانية التي تم الإشارة إليها من قبل بعض المتابعين والمراقبين بأن الشهيد العروري كان عائدا من جولة قام بها بين تركيا وقطر لخوض مفاوضات حول موضوع الأسرى وموضوع الهدنة المقبلة في المنطقة. لذلك هناك كان قناعة بأن لا يمكن أن تقوم إسرائيل بعملية اغتيال أو استهداف في مرحلة المفاوضات باعتبار أنها أصبحت قد قطعت أشواطا متقدمة، ولكن إسرائيل بحاجة لتسجيل نقطة في صفحة حماس وفي سجل حماس لتقدمها للجمهور الإسرائيلي، خاصة بعد مضي حوالي 3 أشهر على هجومها البري والمعركة المفتوحة مع قطاع غزة، لم تسجل استهداف قائد كبير من ضمن حركة حماس، ولم تستطيع أن تقدم لجمهورها أي انتصار وازن حقيقة. لذلك جاء هذا الاغتيال ليقول أن المعركة مستمرة وأنها ليست فقط في قطاع غزة، وأنها قد تمتد إلى خارج الأراضي الفلسطينية وقد تدخل إلى لبنان وخارج لبنان أيضا. وهذا ما ذكره زميلنا من حيث الاستهداف في سوريا وفي العراق، المعركة مفتوحة على مصراعيها وتشمل مختلف الدول التي يوجد لمحور إيران فيها أدوات أو ميليشيات مؤيدة أو مساعدة لحزب الله في معركته على في جنوب. لكن اللافت في قضية يعني القائد صالح العروري، وهنا أتحول إلى بروكسل لأسأل السيد أحمد، أن بالرغم من أن إسرائيل هددت مرارا وتكرارا بأنها ستستهدف كبار رؤوس المقاومة الفلسطينية في الداخل أو الخارج، إلا أن اللافت سرعة التنفيذ. هذه السرعة إلى ما تدلك كمراقب؟ هل أن بالفعل إسرائيل مأزومة في غزة وتريد تحقيق أي نصر خارجي لترضي به جمهورها كما ذهب السيد حسان قبل قليل، أم أنه لا يعكس فائدة قوة عند الإسرائيليين ويريد أن يستفردوا في المقاومة خارج فلسطين؟ يعني كما قلت تفضلت حضرتك بأنه يعني دولة الاحتلال هددت وتهدد وكانت تهدد كل الوقت باغتيال قيادات من المقاومة الفلسطينية، وكما اعتدنا عليها كفلسطينيين على مدى يعني سنوات الاحتلال هي تقوم بذلك. نعم ربما هناك يمكن أن يعني نحن لا نستطيع تثبيت ما نقول، ولكن يعني ربما كان هناك بعض التساهل ويعني ونلقي باللوم أحيانا على المسؤولين يعني في بالقضية الأمنية أنه يعني لم يكن هناك الأخذ بالحسبان الاعتبارات الأمنية، مع أن يعني ما قيل بأنه كانت هناك طائرة موجودة بسماء بيروت إلى ما ذلك وكانت بعض المؤشرات، إلا أنه ربما أنا أظن بأنه كانت هناك مفاوضات كما نعلم حول تبادل الأسرى وحول الهدن القادمة إلى ما ذلك، وربما يعني تطمأن القادة شيئا ما يعني بفعل أن هناك مفاوضات، فكيف لدولة الاحتلال أن تقصف من تفاوضه؟ ولكن يعني غدر دولة الاحتلال أولا هو عنوان المرحلة، وثانيا هناك اعتبارات أخرى. يعني من وجهة نظري بأن نتنياهو يبحث عن أسقف ردود الفعل، فيعني ونرى ذلك ونلاحظه بكل الجرائم التي تم ارتكابها. فهي كانت توضيحها منك لو سمحت، كيف يعني نتنياهو يبحث عن أسقف ردود الفعل؟ ماذا تقصد؟ أقصد بأن نتنياهو بكل ما قام به خلال 3 شهور كان يقوم بالماكسيموم جريمة، يعني نعم كان يقوم بالحد الأقصى من الجرائم ويبحث عن رد الفعل المنتظر من الجهة الأخرى، وطبعا ليس فقط على المستوى الداخلي أو من المقاومة الفلسطينية، ولكن أيضا على المستوى الدولي السياسي وحتى الداخلي بالنسبة له. فحينما يبدأ بدفع الثمن الغالي بالنسبة له وبالنسبة لدولة الاحتلال، فهناك دائما الباب الخلفي كي يتراجع.
ولذلك وإن نجح وإن وكانت ردود الفعل أقل من المستوى الذي يشكل خطرا عليه، فهذا يفتح له مجالا عمليا عظيما لم يكن مفتوحا من قبل أمام دولة الاحتلال. فتخيل اليوم بعد كل الجرائم المرتكبة مثلا في غزة، لم نكن نتخيل يوما بأن دولة الاحتلال يمكن أن تمتلك هذه الحرية وهذه القدرة والجرأة لأن تقتل أكثر مثلا من 15,000 طفل فلسطيني تحت الدبابات أو إلى ما ذلك. فاليوم هو يصنع السابقة ويصنع الحدث، وإن كانت هناك ردود الفعل. ومن هنا نلاحظ بأن يعني الذهاب إلى اغتيال العروري كان ربما واحدا من هذه العمليات التي يمكن أن تفتح لنتنياهو المجال للقيام بعمليات أخرى يمكن أن تكون أخطر بكثير، فيما لو لم يدفع هو الثمن الذي يتوازى مع هذه أو يتساوى مع هذه الجريمة. وأيضا هو يشارك بالابتزاز، ويعني يصنع الابتزاز على الأمريكيين أولا والأوروبيين ثانيا وعلى المقاومة وعلى العرب. هو شكل من أشكال الابتزاز يمكن أن نتحدث عنه لاحقا. طيب، لكن ما كان لافتا، وهنا أسأل السيد ياسين في الاستوديو، ما كان لافتا هو أن الإسرائيل كبار القادة الإسرائيليين امتنعوا عن تبني هذه العملية. ليس ذلك فحسب، بل إن نتنياهو رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو طلب من جميع فريقه أن لا يدلوا بأي تعليق عن هذه العملية، بالرغم من أن مسؤولين أمريكيين بحسب موقع أكسيوس الأمريكي الإخباري قالوا بأن إسرائيل هي من نفذت هذه العملية. بما تفسر امتناعهم عن تبني هذا العمل؟ هي لأسباب أنه يريد أن يقول أنه ليس مهتما بهذه العملية، لأنه النتيجة الطبيعية هي أنها تمنح حزب الله سقفا لكي ينتقم من إسرائيل، وهذا من حقه. هذه العملية يعني كافية لكي تتغير قواعد الاشتباك بشكل كامل. هو لاعتبارات أمريكية في المقام الأول قرر عدم التحدث، لكن هناك سبب خاص بالنسبة لبقية المسؤولين الإسرائيليين. هو لا، إذا كان هناك من سيتحدث فهو نتنياهو، وإذا لم يتحدث نتنياهو فلا ينبغي لأحد أن يتحدث حول هذا الإنجاز الأمني المهم الذي يعتدي به، ربما واحتراما أو ربما مسايرة للموقف الأمريكي. طب دعني أستطلع رأيك في هذه الجزئية. ثمة من يعلق بأن نتنياهو لم يتبنى وطلب من معاوني أن لا يتبنوا هذه العملية لأن تبنيها يعني إنجازا ربما يسهل وقف الحرب في غزة، وهو بالتالي لم يتبنى لأنه يريد أن يمارس مزيدا من القتل والتدمير والهجمات سواء في فلسطين أو داخل غزة أو خارجها. كيف تعلق على هذا الرأي؟ يمكن هذا، لكن هناك عدة تفسيرات لهذه المسألة. نتنياهو على سبيل المثال يريد تعقيدا اكثر للمشاكل. اذا اتسع نطاق المواجهات على مستوى المنطقة بالنسبة لنتنياهو ستتخفف الضغوط الأمريكية التي يتعرض لها الآن، لأن مطلوب منه اليوم ان يحدد سقف سياسي لقتاله في غزة، لعدوانه في غزة، وهذا السقف السياسي نتنياهو يرفضه تماما. وهذا الأمر بدأ يحدث أثر سيء جدا على مستقبل بايدن نفسه. اليوم الرجلان في حالة مواجهة ثنائية بينهما. لهذا نعتقد أنه مسألة التوقف والتباهي يعني بمقتل قائد كبير من قيادة حماس في لبنان، هذا الأمر ربما يراعى فيه فقط الموقف الأمريكي، وإلا هو إنجاز كبير جدا نتنياهو يحتاجه بشكل كبير جدا، لأنه كما قال الأخوة الكرام هو خلال حربه الذي بلغت 90 يوما تقريبا لم يحقق هدفا عسكريا ولا هدفا سياسيا من حربه في غزة، بل بالعكس هناك مقتلة حقيقية بالنسبة لجيشه. جيشه في الحقيقة يتعرض لانتكاسة كبيرة وهزيمة عسكرية ميدانية. التفوق الجوي طبعا لم ينجح في كسر هذه الهزيمة، التفوق البحري لم ينجح في كسر هذه الهزيمة، ومع ذلك الخروج من غزة اليوم بات خيار حتى ليس متاح لنتنياهو، ولهذا هو يبالغ في مسألة الاستمرار في هذه الحرب وصولا إلى أهدافه التي لن تتحقق. نتنياهو تقريبا هو أكثر شخص في إسرائيل اليوم يحتاج إلى أن تتسع نطاق المواجهات، ولهذا التفسير الحقيقي هو أنه لديه استعداد للإقدام على مغامرة من هذا النوع لولا الكبح الأمريكي. وهناك من الإسرائيليين من قال بأنه يجير الحرب لمصلحة بقائه السياسي لمصلحته الشخصية. السؤال، الأسئلة الأبرز الآن المتعلقة بما حصل، هو كيف سينعكس اغتيال صالح العروري على طبيعة الصراع الدائر في غزة بين قوات الاحتلال والمقاومة الفلسطينية؟ نبحث هذا الموضوع بعد فاصل قصير.
بلا جدران تقيهم حر الصيف وبرد الشتاء، أخرجوا من ديارهم غائبون لا صوت لهم، وبلدهم يطفو على بحر من الأفضل، تصارع أكفهم قسوة الحياة. هدموا كل ما هو جميل وأساءوا لحاضرة الدنيا حتى استغاث منهم تراب الرافدين. لكن أحفاد ثورة العشرين سيكسرون القيد ويبذلون المهجة ويعيدون الحياة. لن تكتم الأفواه ولن تحبس الألسن، فنحن صوتكم. حياكم الله، ما زلنا معا في الحديث عن اغتيال صالح العروري نائب رئيس حركة حماس في بيروت وتداعياته. في صيدا سيد حسان، في تحليل لكبير محللي صحيفة يديعوت أحرونوت، ذكر أن ما قامت به إسرائيل في الضاحية الجنوبية يعتبر بكل المقاييس مقامرة، وتساءل عن الثمن الذي يمكن أن تدفعه إسرائيل من جراء هذا العمل. برأيك أي ثمن يمكن أن تدفعه إسرائيل بعد هذه العملية مستقبلا؟ على مستوى الوضع في لبنان لن يتغير شيء، وكان كلام نصر الله بالأمس واضحا وصريحا، حتى أنه لم يتطرق إلى موضوع اغتيال الشهيد العروري إلا خلال الدقائق الأخيرة من كلمته الطويلة. حزب الله لن يقوم بأي رد فعل ضد إسرائيل، وحركة حماس لا تستطيع أن تتحرك على الساحة اللبنانية وخاصة على الجبهة اللبنانية مع فلسطين المحتلة إلا بإذن أو بتعاون أو بتنسيق مع حزب الله. إذن حماس لن تستطيع أن تقوم بأي رد من لبنان، وحزب الله لا يرغب بالقيام بأي رد واسع النطاق لأنه لا يريد أن يدخل الحرب. الحرب بين لبنان بين حزب الله وإسرائيل لا تتم إلا بالتوقيت الإيراني وليس بتوقيت يختاره حزب الله. وحتى الهجمات الإسرائيلية، هناك تصريح صدر عن الحرس الثوري الإيراني يطالب بالصبر الاستراتيجي وعدم انجرار حزب الله إلى الاستدراج الإسرائيلي والدخول في حرب مفتوحة طبعا ستكون خاسرة بالنسبة لحزب الله ولبنان. ولكن اغتيال الشهيد العروري له تداعيات استراتيجية كبيرة. أولا، من خلال دوره التنسيق مع حزب الله ومع إيران، غيابه الآن سوف يترك فراغا كبيرا، وخليفته، وطبعا هناك سيكون هناك من سيخلفه في هذا الموقع، كيف ستكون رؤيته للعلاقة مع حزب الله ومع إيران مع هذا التخاذل أو هذا التراجع أو هذا التباطؤ في تفعيل المواجهة مع إسرائيل عقب هذا الاغتيال؟ كيف سيكون رد الفعل مع هذا التراخي الأمني الذي برز في منطقة الضاحية الجنوبية وعدم اتخاذ أي إجراءات وقائية أو احتياطية أو احترازية؟ لذلك التغيير سوف يترك أثرا كبيرا على علاقة حزب الله مع حركة حماس والعكس صحيح، وكذلك على طريقة أداء المسؤول الجديد مع وضع الداخل الضفة الغربية وهو الملف الذي كان يتعامل معه الشهيد العروري، وكذلك تداعياته على ما يجري على ساحة غزة. إذن هي مغامرة إسرائيلية حقيقة، بحيث لأن استبدال شخص بشخص آخر سوف يأخذ وقتا طويلا، وبالتالي قد تتغير استراتيجيات وقد تتغير طريقة التعامل وطريقة التعاطي ما بين الخارج والداخل، وكيف ستتم قراءة العلاقة ما بين الداخل والخارج. ولكن الأهم هو كيف ستكون نظرة حركة حماس وحركة الجهاد الإسلامي وكافة الحركات تتعامل مع حزب الله وإيران أمام هذا الدور غير المقبول من قبل حزب الله وإيران كرد فعل غير متوازن مع حجم الجريمة التي ارتكبت على الأراضي اللبنانية في المربع الأمني الأساسي لحزب الله، والرد الإيراني الذي اعتبر أن الاغتيال سوف يؤدي إلى تفعيل المقاومة ليس أكثر من ذلك. لذلك نحن أمام متغيرات كثيرة يجب متابعتها، وبالتأكيد سوف تترك آثارا سلبية على العلاقة ما بين الحركات الفلسطينية المقاومة مع إيران وحزب الله. طيب سيد أحمد، حماس لديها ورقة الأسرى وقد استعملتها، أوقفت كل أشكال التفاوض مع الإسرائيليين بعد هذه العملية. هذه الورقة، إيقاف التفاوض والاحتفاظ بالأسرى، إلى أي مدى برأيك يمكن أن تؤثر على مشروع إسرائيل في مواصلة استهداف
الرؤوس الكبيرة في المقاومة الفلسطينية خارج فلسطين أو خارج يعني غزة؟ أولا إذا تحدثنا عن الإنجازات والإنجازات المقابلة المعلن عنها على الأقل، فحينما نقول أن الإنجاز الإسرائيلي مثلا هو بحسب أهدافها المعلنة هو تحرير الرهائن واجتذاد المقاومة، هذا ما أعلنته إسرائيل، ولكن ما الذي حقيقة كانت تريده منذ اليوم الأول لهذا الهجوم على غزة؟ بالوقت ذاته ما الذي تعلن عنه المقاومة الفلسطينية وهو إنهاء الاحتلال كليا على أرض فلسطين والاستقلال وحماية القدس؟ وأيضا هنا النقطة المهمة في موضوعنا ألا وهي الرهائن، لماذا حماس في ذاك اليوم أخذت هذه الرهائن؟ الجواب هو لتفرج عن 10,000 ما يقارب 10,000 أسير فلسطيني في سجون الاحتلال. اليوم إذن أين هي هذه الإنجازات وكيف يمكن يعني تحقيقها؟ هل حقيقة اليوم يعني ربما، وهنا أقول ربما، أن العروري كان عقبة في مثلا في وجه مفاوضات حقيقية، وكان ربما بالنسبة للاحتلال متطرفا حينما قال أنه لا مفاوضات لتحرير الرهائن أو عملية تبادل دون وقف شامل للعملية العسكرية والحرب على غزة؟ ربما أيضا ومن هذا المنطلق وإضافة على كل ما كان يشكله العروري أصبح هدفا في هذه النقطة، لأنه هو ربما النقطة الأهم في هذه المفاوضات. ولذلك يعني أظن أن طبعا الاحتلال يعلم تماما، وكما قال الزملاء الاحتلال يعلم تماما بأن المفاوضات لن تتوقف باغتيال شخص، ويعلم تماما بأن المقاومة لن تتوقف باغتيال شخص، ولكن الوقت حتى يأتي البديل وحتى يأتي الشخص الآخر ومن هو هذا الشخص، وأنا على ثقة بأن الاحتلال يكون تقريبا متوقعا من هو الشخص الذي سيخلف العروري. وربما من هذا المنطلق هم يعني يصنعون أدوات ضاغطة على المفاوضات، يصنعون أدوات ضاغطة على الحكومات العربية، على الأمريكيين والأوروبيين الذين بالنسبة لهم كانت نقطة الضعف الأهم هي توسع هذه المعركة لتشمل دولا أخرى مجاورة. ومن هنا أظن أن نتنياهو يعني ضرب أكثر من عصفور بحجر واحد، وأظن بأن العملية التي قام بها باغتيال العروري من وجهة نظر إسرائيلية هي عملية ناجحة، والهدف هو الأصح بالنسبة لهم، وهي عملية جريئة جدا. ينتظر ردات الفعل، ولكن أظن أن ردات الفعل كما قال الزملاء لن تكون بالمستوى المنتظر أو المترقب عربيا والمنتظر صهيونيا، وإنما ستجري الأمور كما يعني ربما كما يريدها الساسة من الدوليين يعني كما نقول، وستكون هناك مفاوضات لا نعلم إلى أين ستصل، ولا نعلم مستوى صمود المقاومة التي نأمل أن تصمد أكبر وقت ممكن أمام هذه الضغوطات، ولكن الإسرائيليون يتفننون الآن بكيفية الخروج من هذه الضغوط وتوسيع ساحة المعركة والمكاسب على المستوى الشخصي لنتنياهو، وللتخلص من الحراك الداخلي المعارض لحربه على غزة. إذن هناك الكثير من ربما الإنجازات التي يمكن أن يكون قد حققها نتنياهو في هذه الضربة، ولكن الآن سنظل بانتظار ردة الفعل التي يمكن أن تكون يعني شكلا رادعا ومعادلة جديدة كما نقول، معادلة الفعل ورد الفعل اليوم التي أخل بها نتنياهو، ولكن كيف ستكون من الجهة الأخرى، إن كانت من المقاومة الفلسطينية أو اللبنانية أو على المستوى العراقي أو اليمني إلى ما ذلك. إذن نحن بانتظار
التوازن الجديد، المعادلة الجديدة بالتعامل، وإلا طبعا سيكمل نتنياهو بجرائمه. على سيرة المقاومة اللبنانية، كما ركز ضيفانا في صيدا وبروكسل بأن لا ينتظر أن يكون هناك رد فعل حقيقي أو يعني يعول عليه من قبل محور إيران في المنطقة، لكن لو رجعنا إلى الداخل قليلا، الضفة الغربية محور مهم. صحيح أن هناك نشاطا مقاوما في الضفة الغربية، لكن لم يرقى إلى المستوى الذي يشكل قناعة لدى قيادة المقاومة في غزة، بدليل نداءات أبو عبيد الناطق الرسمي باسم حركة حماس المتكررة في هذا السياق. إلى أي مدى اغتيال العروري يمكن أن يشكل رافعة أو محفزا لتصعيد العمل المقاوم في الضفة الغربية من جهة، أو أنه ربما يخلق فراغا يؤثر على هذا النشاط من جهة أخرى؟ طبعا قبل 7 أكتوبر، وأنا أشرت هذا في بداية حديثي، كان هناك تحركات في الضفة الغربية وتحركات مزعجة بالنسبة للكيان الصهيوني، وكان هناك اقتحامات لمخيمات فلسطينية، وكان هناك استبسال وشهداء وقتل من الجانب الإسرائيلي وتفجير للمدرعات، وهذا التصعيد تقريبا استمر بنفس الوتيرة، وجرى الحديث حول ضرورة التخلص. لكن ليس على امتداد الضفة الغربية، 3 مدن هي النشطة من حيث العمل المقاوم. نعم نعم، الآن في أحدث استطلاع أجره مركز فلسطيني يقول أن شعبية حماس في الضفة الغربية زادت بنسبة كبيرة جدا. هناك تأييد كبير لحركة حماس في الضفة الغربية، وهذا اختراق في غاية الأهمية، لأن الضفة الغربية خضعت لسياسات تولتها السلطة الفلسطينية التي تتبع يعني بكل سياساتها الكيان الصهيوني وتخضع له بشكل كامل. تقريبا حاولت السلطة الفلسطينية أن تخضع الأوضاع في الضفة الغربية، وجندت عساكرها وشرطتها لخدمة العقيدة الأمنية الجديدة والتنسيق الأمني مع الكيان الصهيوني. هذا في تقديري اليوم أن الاستعداد في الضفة الغربية للتحول باتجاه معركة تحرير حقيقية قائمة، ومسألة اغتيال الشيخ صالح العروري ربما تكون محفز كبير جدا. لكن أيضا في المقابل الضفة الغربية خسرت هذا الرجل، وهو برمزيته كان أحد القوى المحركة الرئيسية للأحداث في الضفة الغربية. تتميز قيادة حماس بأنها قيادة جماعية تؤدي عملها بتفاني بإخلاص بتشاركية، على عكس الجانب الإسرائيلي الذي تظهر فيه الأنانية والذاتية والفردية والصراع حتى داخل الفريق الواحد. حماس أنتجت الكثير من القادة، وتقريبا تعرضت لضربات موجعة ابتداء من القائد المؤسس والقائد الذي يليه، يعني تولى قيادة حماس شخص وتركها وتولى الآخر إلى آخره. نعم، هناك من سيعوض الفراغ، لكن هي المشكلة في الرمزية والخبرة والقدرة على التواصل التي تمتع بها الشيخ صالح العروري. المسألة الحقيقية أنا في نظري تبقى مرتبطة بالمعركة الدائرة الآن في قطاع غزة. المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة هي التي تصنع الفارق، وهي التي تصنع المعادلة، وهي التي تحدث ضررا كبيرا في سمعة إسرائيل العسكرية والجيوستراتيجية حتى هذه اللحظة. نعم، وهناك مؤشرات على أن قدرتها على الصمود مستمرة، ولهذا أنا في تقديري أن إسرائيل هي التي ستخسر. وإذا كان من هنا يعني إذا كان هناك من تحول، فهو سينتج عن الوقائع التي ستصنعها حماس وبقية الفصائل المقاومة في قطاع غزة. نعم، وليس أي اعتبارات أخرى، بما في ذلك التحركات المحتملة. طيب، لمحور المقاومة. قبل أن نذهب إلى الفاصل، سيد حسان في صيدا، برأيك الآن الأوروبيون يشعرون بشيء، وحتى الأمريكيون لاعتبارات ربما تكون داخلية مرتبطة بأسباب سياسية في الداخل، يشعرون بشيء من الحرج من الأعمال الإبادة الإسرائيلية في غزة التي فاقت التصور. هذا الحرج إلى أي مدى يمكن أن يشكل عامل ضغط على مشروع إسرائيل في تصفية واغتيال كبار القادة المقاومة في خارج فلسطين، وخصوصا مثلا في لبنان؟ إسرائيل تدرك كما العالم بأسره يدرك أن عمليات الاغتيال لن تغير من واقع الصراع العربي الإسرائيلي شيء، والصراع بشكل أخص الفلسطيني الإسرائيلي. هذه الأمة اعتادت على تقديم التضحيات وتقديم الشهداء وتقديم القادة أيضا واستبدالهم بقادة جدد، وتتغير معهم الاستراتيجيات والتكتيكات وغير ما هنالك. ما تخشى منه أوروبا الآن والولايات المتحدة الأمريكية بعد هذا الاغتيال على الأراضي اللبنانية أن يتم هناك عمليات انتقام أو عمليات أخرى ضد مصالح أمريكية أو أوروبية أو حتى إسرائيلية خارج الأراضي الإسرائيلية،
خاصة وأن حركة حماس وحركة الجهاد أصرا على أن يكون عملهما فقط وحصرا ضمن الأراضي الفلسطينية المحتلة، ولم يمارسا أي عملية خارج هذه الأراضي. الآن مع هذا الاغتيال وهذه التهديدات التي أطلقها نتنياهو وفريقه بأن كل قادة حماس والجهاد وغيرهم خارج الأراضي الفلسطينية هم عرضة للاغتيال أو هم أهداف محتملة للاغتيال، هذا قد يدفع بالقوى الفلسطينية سواء كان ضمن الفصائل المعروفة أو غير المعروفة بأن تقوم برد فعل مماثل واستهداف المصالح الإسرائيلية على الأراضي الأوروبية وغيرها. لذلك القلق الأوروبي له ما يبرره، وكذلك السياسات الإسرائيلية أصبحت عبئا حقيقيا على أوروبا والولايات المتحدة. هذه الدول كانت ترعى وتؤمن وتدعم إسرائيل في كافة ممارساتها، الآن مع هذا الإجرام الإسرائيلي الصهيوني الغير مسبوق في تاريخ الصراع وهذا العملية طلب التهجير الفلسطينيين، وبالأمس تحدث بن غفير عن تهجير الفلسطينيين في غزة إلى الكونغو، فهناك جنون حقيقي في عملية التعاطي مع الملف الفلسطيني ومع الملف العربي، ولذلك المجتمع الدولي أصبح محرجا من هذه المواقف ومحرجا من هذه السياسات، والتطرف الصهيوني أصبح يؤذي استقرار هذا الكيان ويؤذي عملية التطبيع مع بعض الدول العربية التي رضيت بالتطبيع باعتبار أن هذا الكيان هو أمر واقع لا يمكن تجاهله، وبالتالي أصبح من حق الفلسطيني ومن حق العرب القيام بردات فعل مقبولة ومبررة أيضا، لأن الفعل يتطلب رد فعل والإجرام يجب الرد عليه بما يتناسب مع حجمه ومع ضرره، وبالتالي لذلك أوروبا والولايات المتحدة فعلا هم في حالة قلق شديد، والسياسات هذه التي تمارسها إسرائيل أصبحت عبئا لا يمكنهم تبريره، خاصة بعد انتقال القضية إلى محكمة العدل الدولية التي المحكمة الجنائية الدولية التي تقدمت أمامها دولة جنوب أفريقيا بادعاء مباشر وأصبحت قيد البحث. لذلك يجب علينا العمل الإعلامي والسياسي عالميا للإضاءة على هذا الإجرام الصهيوني، للإضاءة على ما يتم ارتكابه بحق الشعب الفلسطيني من قتل وإبادة، إبادة ضد الإنسان بحد ذاته مهما كان طفلا امرأة شيخا، هذا الإجرام المتمادي الذي يمارسه هذا الكيان الصهيوني الغاصب، وأيضا الطلب تهجير المواطنين، تهجير أصحاب الأرض من بلادهم إلى بلاد أخرى، أصبح من الضروري الإضاءة عليه ووضع العالم أمام مسؤولياته، وخاصة أيضا الدول العربية التي لا تزال تتعامل بخجل مع هذه الممارسات الصهيونية. تداعيات مسلسل الاغتيالات لقادة المقاومة خارج الحدود، تداعياته الإقليمية هو ما نبحثه بعد وقفة أخيرة. برنامج مع الناس يبث قضايا سياسية واجتماعية مختلفة. معاناتنا ليس لها حل، ما لها مثيل أبد بكل العراق. نازل نازل نازل، خرجنا مطالبين بإزالة هذه المنظومة السياسية من جذورها، من المدرسة للشغل، من الشغل للمدرسة، وما نقدر حالتنا تعبانة. نعيش مع الناس لنكشف ما يواجههم من مشاكل يومية. خذوهم وما ندري ها صار لهم 4 سنين، ما ندري هم حيين طيبين. نوصل صوتهم إلى الرأي العام داخل العراق وخارجه. مع الناس تشاهدونه على قناة الرافدين في الأوقات التالية. أهلا بكم إلى الجزء الأخير من هذه الحلقة. سيد أحمد في بروكسل، يعني بالنسبة لهذه العملية الآن إسرائيل تطلق يدها في كل الاتجاهات، تقتل بلا حدود في غزة من حيث العدد ومن حيث نوعية القتل، المشافي، المساجد، الأبنية، الأطفال، النساء إلى آخره، الآن تطلق يدها خارج الحدود، تقتل خارج حدود فلسطين وخارج غزة وخارج الضفة الغربية. هناك صقور بين قوسين إن صح التعبير، يعني من الأوروبيين يدعمون إسرائيل في حربها على غزة مغمضي العينين إذا جاز لنا أن نعبر،
كبريطانيا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا. هل هذا القتل العشوائي وعبور الحدود في القتل يمكن أن يخفض الحماسة الأوروبية للحرب الإسرائيلية على غزة وأنت وثيق الصلة بالأوروبيين؟ نعم، يعني كما نرى بأن الآن بالنسبة للأوروبيين، وإن أخذنا بعين الاعتبار مواقفهم الرسمية إن كانت على مستوى الاتحاد الأوروبي أو حتى الدول الأوروبية أو المجموعات الحزبية في البرلمان الأوروبي، لم تقم حتى الآن بإدانة الجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين، لم تطالب بشكل واضح بوقف إطلاق النار بشكل رسمي. الاتحاد الأوروبي في قمته الأخيرة تخلف عن المطالبة بإيقاف الحرب وإدانة الجرائم، ذهبوا إلى اليوم التالي ومفاوضات اليوم التالي قبل أن يعالجوا اليوم الحالي، واعتبروا بأن نصر إسرائيل هو نصر حتمي. اليوم وفاجأتهم أولا دولة الاحتلال بارتكابها هذه الجرائم بهذا المستوى، فاجأهم نتنياهو برفضه لأوسلو وحل الدولتين، وما زال يفاجئهم حتى اليوم ويضع الأوروبيين عمليا في مأزق. وأيضا هناك الضغط الداخلي الأوروبي الشعبي الجماهيري والمظاهرات والفعاليات اليومية منذ 3 شهور الضغط على هذه الحكومات والبرلمانات من أجل تغيير المواقف وتعديلها والمطالبة بوقف الحرب وإنقاذ الشعب. سيد أحمد، ما الذي يجعل الأوروبيين يتحملون كل هذا الضغط من أجل عيني يميني يوصف في الأدبيات حتى الأوروبية بأنه يميني متطرف نتنياهو؟ ما الذي يجعل الأوروبيين يتحملون كل هذا الضغط فقط من أجل الانتقام لطوفان الأقصى أم لأسباب ما فوق ذلك؟ أولا بالنسبة لكلمة المتطرف، هذا سلاح ذو حدين، إذ أنه نحن مثلا نحن اليوم لا نتعاطى بالحديث عن متطرفين لدى دولة الاحتلال أو متطرفين إسرائيليين أو صهاينة، بل نتحدث عن دولة إرهاب، فالفرق كبير جدا. نحن نتحدث عن دولة تقوم بهذا الإرهاب ضد شعب أعزل، ولذلك يستخدم الأوروبيون كلمة المتطرفين كمخرج لمعالجة الأمر من ناحية علاج تطرف وليس علاج دولة. وهذا ما قاله بالأمس مثلا جوزيف بوريل، بأن هناك دول يعني تشعر بالصلة والقرابة الجينية مع دولة الاحتلال ولن توافق على القيام أو بمواقف يمكن أن تشكل عقوبات على دولة الاحتلال. الحقيقة وإجابة على سؤالك بأنه هناك فيتو على أي عقوبات أو إجراءات رسمية أوروبية كعقوبات أو رادعة لدولة الاحتلال، والآن ما يبحث عنه هو بعض العقوبات على بعض المستوطنين مثلا والذين يسمونهم بالمتطرفين. ونحن مثلا بدورنا نقول يعني كيف يمكن أن تعالج قضية مستوطن متطرف في الضفة الغربية، وأنا ابن الضفة الغربية وأعلم كيف تجري الأمور هناك، كيف يمكن أن تعالج تتعامل مع تصرفات مستوطن ولا تتعامل مع من يسلحه وهو وزير، ونتعامل مع الوزير كوزير ولا نصفه بالتطرف كوزير وإنما الدولة متطرفة. لذلك اللوب الصهيوني يسيطر، الضغط الإسرائيلي يسيطر، هناك مصالح وهناك مصالح في مجال التكنولوجيا، في مجال الزراعة، في المجال العسكري، في الاتفاقيات، ولكننا يعني نحاول أن ندلهم على النقاط في الاتفاقيات الموقعة مع الإسرائيليين بأنها كانت دائما مشروطة باحترام حقوق الإنسان. فللأوروبيين اليوم أن يتحرروا، ولكن لا يوجد هناك إرادة حقيقية لدى الأوروبيين الذين يساقون خلف الإرادة الأمريكية أولا ويقبلوا أن يكونوا تحت الضغوطات الإسرائيلية وابتزازات اللوب الصهيوني ثانيا، وثالثا طبعا هناك الشعور بالخجل والخوف من تلك الجريمة التي ارتكبها الأوروبيون بحق اليهود وعلى الفلسطينيين أن يدفعوا ثمنها. لو عدنا إلى السياق الإقليمي لأسألك سيد ياسين، في سياقه الإقليمي هذا الحدث إلى أي مدى برأيك أو ما التداعيات المنتظر أن تشاهدها كمراقب من جراء هذا الحدث؟ لا تداعيات على مستوى الإقليم للأسف الشديد، ليس هناك أي ردة فعل من جانب الدول العربية تندد بهذه الجريمة التي استهدفت. لكن قطر وتركيا مستهدفتان في هذا المجال، بمعنى أن قادة المقاومة الموجودون في قطر وفي تركيا مستهدفون. نعم. وأول من أمس شاهدنا أن تركيا اعتقلت أو قبضت على خلية. نعم. كبيرة من 33 شخصا. نعم، يعني إذا من هذه الزاوية يمكن الحديث عن تجديد في الترتيبات الأمنية. لكن طالما أنت تسألني عن الإقليم،
فالإقليم أنا فهمت أنه المقصود به الدول العربية. نعم. الدول العربية لا نتوقع منها شيء. الدول العربية للأسف لها موقف سلبي جدا من قيادة المقاومة الفلسطينية ومن المقاومة الفلسطينية ومن الحرب التي تدور الآن في طرفها الفلسطيني وليس طرفها الإسرائيلي. للأسف الشديد ليس هناك تداعيات، بمعنى أن ليس هناك كلف إضافية يمكن أن يتحملها الكيان الصهيوني نتيجة ضغط يمكن أن يمارسه العرب بدولهم المختلفة أو الجامعة العربية. هناك حالة غياب كامل للجامعة الدول العربية وغياب مخزي للأسف الشديد. هناك تواطؤ من معظم الدول العربية للأسف الشديد. هناك مواقف عربية مشرفة، يعني دول معدودة للأسف هي التي لها مواقف يمكن أن تصف بأنها داعمة للقضية الفلسطينية وداعمة للموقف العسكري حتى الذي تقوم به المقاومة ودورها في قطاع غزة. لكن إجمالا الجامعة العربية معطلة، الإقليم معطل. كنت أود أن أعلق على مسألة الموقف الأوروبي. الموقف الأوروبي هناك معظم يعني عدة دول اتخذت موقفا إيجابيا، إسبانيا، بلجيكا، النرويج صعدت مواقفها، لكن هناك ما يمكن وصفه بالعقدة التاريخية والتعويض التاريخي الذي منحته أوروبا للكيان الصهيوني نتيجة الهولوكوست، هو الذي راكم إرث من الحياز والتحيز لجانب الكيان الصهيوني. لكن هذا الإرث بدأ يتداعى وهذه المواقف الآن بدأت تتداعى والموقف الأخلاقي بدأ يتغير لصالح القضية الفلسطينية وباتجاه خسارة الكيان الصهيوني للمكان المميز التي ظل يحتلها في الأجندة الأوروبية. طيب أختم معك سيد حسان، بالنسبة لأجواء معسكر حماس في لبنان وتحديدا في بيروت، كيف ينظر إلى هذا الذي تحدثت عنه في الفصل الأول من هذه الحلقة، التراخي الأمني؟ وبعض المراقبين يقولون بأن هناك نوع من الفتور في رد الفعل معسكر محور إيران، ربما لاعتبارات يعني قالها عدد من المسؤولين في محور إيران بأنهم لا يريدون أن يستدرجوا إلى حرب كبيرة. كيف ينظر معسكر حماس في لبنان إلى ما أسميته تراخيا أمنيا في الحفاظ على الرؤوس الكبيرة من قادة المقاومة الفلسطينية في لبنان، وبالنسبة للفتور في رد الفعل؟ يعني الآن غزة تمحى والناس تقتل، والآن وصل القتل إلى قادة كبار موجودون في دول محسوبة على محور إيران. كيف يفسر الحمساويون هذا إذا صح التعبير؟ منذ فترة تحدث نصر الله وغيره من قادة محور إيران عن وحدة الساحات وعن الصراع في المنطقة على أنه جزء متكامل مترابط، وأن أي عدوان على غزة هو عدوان على كل المحور وكافة دول المحور أو قوى المحور ستتدخل. تبين في النهاية أن المطلوب من وحدة الساحات ومحور وحدة الساحات هو حماية طهران وليس الشعب الفلسطيني أو القضية الفلسطينية أو حماية غزة أو الضفة الغربية. العدوان الإسرائيلي على غزة، الحرب المفتوحة على الشعب الفلسطيني لم تستدعي فتح الجبهات كما كان يتم الحديث. وبالأمس حسن نصر الله حسم هذا الأمر عندما تحدث عن فك وحدة الساحات، عندما قال أن كل مجموعة أو كل دولة عضو في هذا المحور إنما تتخذ قراراتها بما يتناسب مع مصلحتها الوطنية. هذا يعني أن وحدة الساحات هو شعار انتهى ولم يعد له وجود، وبالتالي أخرج نفسه مما كان سبق أن أعلنه وأطلقه قبل أشهر عن وحدة الساحات، وهذا ما أعطى اطمئنانا لحركة حماس والجهاد وغيرها من أن هناك ترابطا يمتد من غزة وصولا إلى طهران. الآن ما نشهده على الساحة هو عملية مناوشات لرفع العتب أو لمجرد الإعلان عن أن هناك تضامنا دمويا يرسم بالدم عبر مناوشات تتم من لبنان أو على باب المندب أو حتى في العراق من خلال إطلاق بعض الصواريخ على المواقع الأمريكية. اليوم هناك إعادة نظر حقيقية، وأنا أتحدث هنا عن معطيات، هناك إعادة نظر من قبل حركة حماس وحركة الجهاد للنظر في كيفية رسم العلاقات من جديد مع هذا المحور، كيف يتم التعامل مع هذا المحور، وما هي حدود هذا التعامل، وما يحمي المصلحة الفلسطينية قبل أن يحمي مصلحة طهران ومصالحها في المنطقة. أشكرك. ختاما مشاهدي الكرام أشكر ضيوفي في الاستوديو ياسين التميمي الكاتب والمحلل السياسي، ومن بروكسل عبر سكايب
أحمد فراسيني منسق المجلس الأوروبي الفلسطيني للعلاقات السياسية ومن صيدا في جنوبي لبنان، حسان القطب مدير المركز اللبناني للأبحاث والدراسات. كل الشكر لحضراتكم على كرم المتابعة في حراسة الله.